صحتين وعافية على الفيصلي، واحنا لاعبتنا ما لعبوش، احنا ما بنستاهلش الدوري. وحدات ما لعب واستهزأ بالخصم ما نستاهل. مبروك للفيصلي، نبارك للي بياخذ الدوري، وان شاء الله اذا لنا نصيب الرمثة بفوز. ومعنا رئيس رابطة مشجعي نادي الوحدات ابو سعد. ابو سعد، شو بتحكي عن مباراة اليوم؟ يا سيدي، احنا بداية الشوط الاول فريقنا كان غير موفق، لكن احنا سنبقى فيها، يعني مش زي جماهير اخرى منعلق اسباب الخسارة على حكم او منصير نتعيط او منصير نقول ناشد بالاتحاد كرة القدم. الاتحاد الحكام كان سيئين جدا. شو بتحكي لجمهور نادي الوحدات؟ شو بتحكي عن المباراة؟ انا اول شيء الحمد لله رب العالمين، هاي كرة قدم، وبالاول وبالاخر يعني بنحكي لجمهورنا، يعني مش عارف شو بدي احكي للجمهور. الجمهور يعني الجمهور بضله كبير، جمهور عظيم وحقه علينا، ومبروك للي باخذ الدوري. عامر، شو بتحكي عن المباراه؟ اول شيء الحمد لله رب العالمين. بحكي عن المباراه، بقول مبروك لشباب الاردن وهارد لك إنا، وبحكي لجماهير الوحدات يعني بنشكر كل يوم على جهودكم ووقفتكم معنا، وما قدرنا يعني نساعدكم، وهي الرياضه وهي الفطبه، لازم نكونوا متفاهمين، وان شاء الله يعني بنوعد بان نعوضها ان شاء الله رب العالمين. وبالنسبه للمباراه، كان اول 10 دقائق ما في تركيز عند المدافعين تاعونا، يعني دخل في مرمانا هدفين يعني مش لازم يدخلوا، والحمد لله هذا الرياضه يعني. ونقول مبروك شباب الاردن وهارد لك فريق الوحدات. بدايه بسم الله الرحمن الرحيم، كرة القدم فوز وخسارة. يمكن اخواننا الشباب الاردن استثمروا فرصتين في بداية المباراة، سجلوا منهم هدفين من اخطاء من لاعبيننا، ما كان في تركيز كامل، لكن بعدها بالشوط الثاني حاولنا انه احنا يعني نستدرك الامور، لكن قدر الله ما شاء فعل. وهي كرة القدم رياضة يعني فوز وخسارة. بنبارك لشباب الاردن وان شاء الله يعني بنأمل التعويض. كابتن جمال، احنا الان في الجوله الاخيره من الدوري، شو بتحكي عن دوري المنصه لكره القدم؟ يعني اعتقد انه السنه كان يعني الى حد ما قوي، والدليل على هيك انه لغايه الان لم يحسن بطل الدوري، لم يعرف بطل الدوري. الحقيقه انه يعني على المستويين، سواء على صعيد بطل الدوري او حتى على صعيد الانديه اللي راح تهبط، لغايه الان مش مبينه، وهذا دليل على انه يعني السنه كان الدوري قوي. يا سيدي، اللي باخذ الدوري بنحكي له مبروك لك، سواء كان وحدات سواء كان فيصلي، والخاسر حظ اوفر، وهي رياضه وكره القدم دائما هي. معنا رئيس نادي الوحدات طارق خوري، شو بتحكي عن المباراه؟ شو بتحكي عن اداء نادي الوحدات؟ يعني اليوم لاعبينا ما ادوا الاداء اللازم يخدموه بمباراه زي هاي، وانا بحكي جماهيرنا يعني حاولنا قدر المستطاع لكن ما استطعنا. معلش، انتوا ابطال ثلاث مرات ولسه الدوري ما انتهى، في مباراه بكره ان شاء الله، متفائلين انه يعني تكون مباراة جميلة، ولسه الامل مفتوح ليوم غد، ولو ما صار نصيب برضه يعني مش مشكلة. ثلاث سنين ورا بعض اخذناها، السنة الرابعة اجت الظروف هيك، اليوم مباراة ما كانش اداء كويس. بتأمل لسه، يعني لسه متأمل انا بيوم غد، وان شاء الله يكون يوم خير. يعني هناك من علق الاداء او علق خسارة الوحدات على الحكام، هناك من علق على اداء اللاعبين، يعني برأيك انت شو بتحكي؟ يعني بالتأكيد ما بنقدرش نحط حجج على حدا. المباراة لعبت 90 دقيقة، يعني كان بالمستطاع ضوعنا فرص، المستطاع كان انه نتعادل اقل تعديل، لكن الظروف ما مشت. يعني انا بحملش مسؤولية لحدا، التوفيق سوء الطالع كان مع لاعبينا، ولسه يعني لسه ان شاء الله خير ان شاء الله. يعني بدنا نحكي طب بشكل عام عن دوري المحترفين، دوري المناصير، شو بتحكي عنه؟ والان نحن في الجولة الأخيرة منه. يعني كان دوري هالسنة هاي تنافسي بشكل شديد، يعني زي ما شفت لسه الدوري ما انحسن في آخر مباريات، وإن شاء الله دائما يضلوا دوري تنافسي. يعني الوحدات لسه أنا بحكي في أمل يوم غد، متأمل في نادي الرمثة، نادي كبير، نادي عنده لاعبين على مستوى عالي، إن شاء الله يستطيعوا يقدموا ما عندهم ويتعادلوا أقل تعديل أو يفوزوا. بهاي الحالة إن شاء الله الوحدات بتتوج بطل الدوري. قابلين وحقوح شباب لنا علينا، شباب لنا وحقوا علينا، شباب لنا وحقوا علينا. ومعنا كمان ابو غاليا رئيس رابطة مشجعي نادي شباب الاردن، شو بتحكي؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، بقول للوحدات هاردك للوحدات الشقيق، شباب الاردن فريق كبير، قطب في الكرة الاردنية، فريق مش سهل، ادى ما عليه، ادى مباراة جميلة، كانوا لعيبة رجال وفازوا، والحمد لله مباراة عادية وطبيعية وفزنا ونستحق الفوز فيها، ونقول هاردك الوحدات مرة ثانية. هداف في الدوري الأردني ولاعب شباب الأردن محمد خير، شو بتحكي عن المباراة؟ شو بتحكي عن هالفوز؟
والله اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا فريق الوحدات فريق كبير، بس لازم احنا كنا انه نعيد كرامه وجهنا زي ما بيحكوا، او ميه وجهنا للدوري، لانه مين ما كان بيحكي انه شباب الاردن فريق سهل بالنسبه للوحدات، والحمد لله اليوم قدرنا نفوز عليهم. شكرا لك. اهلا وسيم، شو بتحكي عن هالمباراه وعن هالفوز؟ الحمد لله رب العالمين، الله وفقنا اليوم. مباراه بالنسبه لي كانت مثل ما بتعرف لا بتقدم ولا بتاخر بالنسبه للمراكز، لكن هي اثبات للعالم انه احنا بنلعب كره شريفه، ما عندنا نادي احسن من الثاني، كل انديه اخوتنا وكل الانديه الاردنيه عزيزه علينا، والحمد لله رب العالمين، الله وفقنا وهارد لك الوحدات، وان شاء الله الدوري يروح للي بيستحقه ان شاء الله. احمد، شو بتحكي عن هالفوز على المباراه؟ يعني لكل مجتهد نصيب، واحنا نزلنا على المباراه يعني زي ما انت شايف، يعني الفريقنا ادى مباراه كبيره قويه ومنيحه، بس في الاخر يعني لكل مجتهد نصيب. عمار الشرايد شايفه قاعد بترقص وبتغني. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اثبتنا للعالم كلها انه نادي شباب الاردن بيلعب لنفسه، وورينا كل الجماهير انه احنا ما لنا في الدوري سواء اخذوا الفيصل او الوحدات، المهم احنا نكون راضيين عن نفسنا، الحمد لله رب العالمين حققنا الفوز في هذه المباراه. شكرا لك عمار. ما زلنا مع لاعبي نادي شباب الاردن ايضا، شو بتحكي عن اداء؟ الف مبروك الفوز. بارك فيك، الله يبارك فيك، شكرا، بسم الله الرحمن الرحيم. تحيه يعني للجمهور الرياضي، يعني فوز غالي كثير هذا، يعني مع كل احترامنا للفريق الوحدات وجمهور الوحدات، يعني احنا كان لازم علينا نفوز، يعني احنا لاعبي شباب الاردن ونمثل شباب الاردن، يعني ما كانش عندنا خيار غير الفوز، والحمد لله ونشكر جمهور الوحدات على هذا وفريق الوحدات. الحمد لله انه ربنا اكرمنا الفوز، واحنا فزنا عشان نحقق الفوز، عشان نثبت للكل ان شباب الاردن فريق كويس وكبير، وانه بيستحق مركز احسن مركز الثالث، بس الظروف شوي كانت صعبه، والحمد لله ان الله اكرمنا. ومعنا ايضا اسامه طلال اداري نادي شباب الاردن، الف مبروك الفوز، شو بتحكي عن المباراه وعن اداء شباب الاردن؟ الله يبارك فيك، بكل صراحه زي ما تابعت حضرتك كانت مباراه جميله، مباراه مفتوحه من البدايه. اللاعبين كانوا زي ما حكينا لكل وسائل الاعلام سابقا على قدر المسؤوليه، دون النظر لاي مصلحه اي نادي، نظرنا لوضع علامه بارزه في الكره الاردنيه انه هناك نادي قادر على تحويل المجريات وهو نادي شباب الاردن باي لحظه. يعني شباب الاردن استحق ان يكون قطب ثالث في الدوري الاردني وفي كره القدم الاردني. بكل صراحه زي ما حضرتك تابعت، يعني فرص ضائعه كثيره، تسجيل اهداف، وهدف كان المفروض انه يكون محتسب، ومع هيك بعيدا عن كل الضغوطات اثبتوا اللاعبين انهم قادرين يحاولوا مسار اي بطوله بيشاركوا فيها. طبعا انا يعني بشكر الشباب وبقول لهم هارك على انهم ما قدروا يحصلوا على الدوري مع انهم بيستحقوا الدوري، واثبتنا هذا لانه احنا فزنا على المنافسين تبعونا. وطبعا اذا كنت انت لازم تكون بطل لازم تفوز على المنافسين، بس خذلنا الحظ في مباريات سهله، بس ان شاء الله القادم احسن لشباب الاردن. عشق قلب النسر الأزرق أبو لعب تكتب والنصر تحقق قلب الكل بيعشق النسر الأزرق أبو لعب تكتب.